السلام عليكم، عاملين ايه النهارده يا جدعان؟ جبت لكم فيديو عن الاس اس بي زي ما انتم طلبتوا، والفيديو ده ممكن يكون احسن فيديو في السلسله كلها، ولان هتكلم عن حاجات ما حدش اتكلم فيها قبل كده. اول حاجه هبدا بيها اس اس بي 001، هو ما كانش من قائمتنا النهارده، بس عملته بناء على طلب واحد من اخواتي واللي كمان من العراق. والله انا فرحان جدا، في ناس من العراق بتتابعني، فرحان اكتر ان خلاص فاضل حاجات بسيطه جدا على 300 مشترك. نزلنا كذا مخلوق وكذا حاجه عن اس اس بي، بس كنت مستني اللحظه اللي اقول لكم فيها شكرا جدا، عشان بقيت من جيش اعرف اكتر. وهدفنا القادم يا شباب ال 500 مشترك، شد حيلك كده ودوس اشتراك، وان شاء الله بيكوا هنوصل. وانا عارف كويس جدا ان اخواتي ما بيقصروش. هل حد اتكلم قبل كده عن اس سي بي 3 اصفار؟ لا صح. طب حد اتكلم قبل كده عن اس سي بي 3 وحيد؟ برضه لا، محدش فكر فيها قبل كده. طب حد اتكلم قبل كده عن اس سي بي 3 اتنينات؟ برضه مفيش حد اتكلم. طب اس سي بي 3 تلاتات؟ لا برضه. طب اس سي بي 7 3 8؟ طب 001؟ انا دورت في المحتوى العربي ما لقيتش ولا واحد اعمل نفس المخلوقات دي، بس لقيتهم مشهورين جدا في المحتوى الاجنبي، فما ترددتش وقررت اجيب لكم المخلوقات اللي ما اتجابتش قبل كده. يلا بينا نبدا بقى عشان شكلكم متحمسين. استنى، فين سماعتك الجميله؟ كوبايه القهوه. انت اكيد مش مشترك في القناه، عشان المشتركين بس هم اللي يعرفوا الكلام ده. اشترك ودوس لايك ويلا بينا. اس سي بي 001، الملف رقم 2. لو دخلت موقع المنظمة هتلاقي اسمه الكيان، لانه مش عارفين هو نوعه ايه لغاية دلوقتي. مكتوب في الموقع بتاع المنظمة انه عبارة عن 26 ملف، ومش مفهوم هو ايه لغاية دلوقتي. كل ملف من الملفات دي بيصف كيان او مخلوق مختلف. المنظمة طبعا بتعمل كده عشان تخفي حقيقة الكيان ده وما توريهوش البشر. المنظمة عملت كده خوف من ان الناس تروح للمكان اللي موجود فيه اس سي بي 001 وتحصل كوارث كبيرة جدا للمخلوق ده، واللي هتفهم دلوقتي ليه الكلام ده. المنظمة بتقول ان كشف حقيقة الكيان ده متعلق بانتهاء العالم، والمنظمة كمان بتقول عشان تتعامل مع الاس سي بي 001 لازم تكون بتصلي وحافظ قرآن كتير عشان ما يحاولش انه يقضي عليك. طب ليه الملف التاني هو اللي بيصف حقيقة اس سي بي 001؟ لان حصل تسريبات من داخل المنظمة عرفت الاس سي بي 001 واللي اسمه الملاك حارس البواب. وصف الاس سي بي 001 هو عبارة عن كيان بشري وطوله 350 متر. موقع الكيان مجهول في المنظمة، لكن حسب التسريبات موجود بين نهري الدجلة والفرات، وشكله كالتالي: عنده جناحات بتنور ومعاه سيف ماسكه دايما وبينور برضه، وفي وشه ضوء ما تعرفش تشوفه من قوة الضوء. بيقولوا كمان ان في قوة خارقة بيقدر يحرك اي حاجة من عن طريق النظر بس. في ناس قالت عليه ان هو ده المسيخ الدجال، بس انا الصراحة ما بصدقش الحاجات دي، ان انا في الاخر وفي الاول مسلم وموحد بالله. كفاية كلام عن اس سي بي 001، يلا بينا نخش على الكائن التاني. نسيت اقول لكم على التصنيف واللي هو يوكليد. والكيان رقم 2 اس سي بي 738. اس سي بي 738 قصته غريبة جدا مع انها قصيرة. هو عبارة عن ترابيزة وكرسي وشيطان. ايوه زي ما انت سمعت، شيطان. هتقولي شيطان حقيقي؟ هقول لك على حسب كلام المنظمة. عبارة عن كرسي وترابيزة وشيطان قاعد قدامك وقدام ورقة وبيعمل معاك اتفاق، والاتفاق ده هو انك تديهم عمرك وروحك، في المقابل هيديك السعادة الأبدية لأهلك، لأنه هيديهم فلوس وكل ما تشتهي النفس. وعلى فكرة لما تقرب مسافة قريبة من الكيان ده بيحاول يلعب في دماغك عشان تمدي على العقد اللي قدامه. لو عملت كده يبقى انت كفرت بالله ووديت نفسك في 60 ده، لان هو بيضحك عليك وعايز ياخد روحك بأي شكل. ولما دورت ورا الكيان ده ما لقيتش اي صور ولا اي فيديوهات ليه. وهو ده اللي عرفته عن الكيان ده من صفحة منظمة الاس سي بي، وتصنيف الكيان ده كيتر. تالت مخلوق واللي هو اس سي بي 3 اصفار. والمخلوق ده بقى مش معروف عنه اي حاجه، دورت كتير جدا في المنظمه ما عرفتش عنه اي حاجه، وكل اللي موجود رموز وارقام وحاجات غريبه، واسمه معناه الخلل، وحتى الصور بتاعته عباره عن شيء اسود ومش باين خالص، والشكل اشبه بالبشر. لما حاولت ودورت هنا وهنا عرفت انه شبح، والشبح ده بيقدر يتحكم في الكهرباء وما بيتاثرش باي تيار كهرباء، بيقدر يتنقل من مكان لمكان في ثواني. وانا بصراحه مش عارف المنظمه مداريه ليه الكيان ده، اكتب لي في الكومنتات لو تعرف حاجه عنه. والتصنيف يوكليد.
الكيان بقى رقم 4 SCP-3 وحي، وده لما دورت من اتش حد خالص اتكلم عنه. الكيان ده هو عبارة عن حلزون، والحلزون ده من ايام القرون الوسطى، مفيش غير منه واحد بس في العالم كله. بس الحلزون ده مش اي حلزون، هو مبيأذيش بس مش مفهوم جيناته اتطورت ازاي لغايه دلوقتي. انت اول ما تشوفه هتلاقيه له قرون زي التور بالظبط. الحاجه الغريبه اللي خلت العلماء كان هيتجنوا ان ازاي حصلت عمليه تهجين بين تور وحلزون. عارفين يعني ايه تور وحلزون؟ لما عمليه التهجين دي بتحصل بتديك الشيء الغريب ده، بس ازاي حاجه زي دي حصلت؟ المهم الكيان ده تصنيفه سيف، انه عباره عن حلزون عادي ما بيأذيش البشر ولا بيعمل اي حاجه. كان بقى رقم 5 SCP-3-2. والكيان ده اول ما قريت عنه قعدت اضحك الصراحه، لان الكيان ده عباره عن قطه، بس قطه هاكر زي الهاكر العادي، بس القطه دي اخطر هاكر في العالم. انا بعرف المعلومات بتاعتها كده مش ماسك نفسي من الضحك، بس القطه اللي احنا بنضحك عليها ديت لو مسكت اي جهاز كمبيوتر تقدر تهكر اكبر شركه الامن، لانها تعتبر اكبر هاكر على مستوى العالم. ان العلماء قالوا ان دماغها توزن 100 دماغ بشري. تصنيف القطه ديت سيف، وبيسيبوها عادي كده في المنظمه تروح وتيجي براحتها، بس خلي بالك لو حاولت تضحك عليها وتستهزئ بيها هتعرف وهتشتمك، انت حر. هي مش بتتكلم بس بتكتب، الكيبورد بيبقى قدامها وبتكتب اللي هي عايزاه، مثلا لما تكون جعانه وبتكتب ان نفسها تاكله، وبتقول هي ممكن تتواصل مع القطط اللي زيها وتخليهم يخدموا البشر في مقابل اللي احنا نجيب لهم اكل. حاجه غريبه صح، بس تضحك في نفس الوقت. سادس كائن والاخير SCP-3-3. هو مش كائن، هو مكان. المكان دوت اي حد بيدخله بيمسكش نفسه وبيقعد يرقص بس. وقصة المكان ده لما جه واحد قرر يعمله مقهى، فبناه وخلصه وعمل الافتتاح، دخلوا الزباين وقدم لهم المشروبات. وكان في واحد من الزباين كان في ايديه بط، حط البط على الارض وقعد يرقص بطريقه سريه. الحاجه الاغرب ان البطه قعدت تتنطط ومسكتتش غير لما طلعت من المكان ده بنفسها، وفجاه قعد كل اللي في المكان يرقص بطريقه غريبه. كده خلص الفيديو، بشكركم جامد 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 على كل واحد اشترك في القناه. ببص بالصدفه دلوقتي لقيت نفسي وصلت 300 وانا بعمل الفيديو دلوقتي. شدوا حيلكم يا شباب، هدفنا القادم 500 مشترك، مش بعيد ان شاء الله لو كل واحد عمل لايك وعمل مشاركه وكتب كومنت يقول لي رايه في الفيديو. ان شاء الله هنوصل طب اخواتي في ظهري. السلام عليكم ورحمة الله.